تذكرين راشد ايش كتب؟ ولدي طلال، من اول ما طاحت عيني بعينه خفت، ومع مر السنين وخرت عنه، لان انا وياه مثل الغرب. انت ايش تبي مني؟ بلبل وين؟ طالع، مو هني. اخلص، خلصني خلصني. انت ايش تبي مني؟ بيش تحاكين غنيمة؟ ليش؟ قولي لها توخر عن دربي، حاشة روحها، وتتدخل بيني وبين سعد. سعد منو؟ تعرفين زوجته وياش بالدوام، اسمها شاهة. ايش تبي مني بالضبط؟ توخرينها عن دربي. المرة مع ريلها، شلون تبيني أوخرها؟ بسيطة، تخلينها تجيني المكتب بالليل. سالم، ما أبي غنيمة تأذى. سمع اللي أقولك عليه وما تأذى، بس ها ترزين وجهك وتين معاها، تي بروحها. سالم، أبغزلك عيونك. راح. غنيمة، أبيك اليوم بالليل تروحين مكتب راشد. ليش؟ ما أدري، بس اللي عارفة إن طلال في شيء، أو أكو أحد يبي يسوي له شيء. نعمة، أنت في شيء مغبيته علي؟ ما أدري ولا مغبي عليك شيء، بس اللي عارفه ان طلال في شيء، او اكو احد يبي يسوي له شيء. اليوم بالليل لازم تروحين غنيمة. انا خايفة على طلال. غنيمة، ديري بالك.